وبعدين ما هالحالة؟ الجوال ليش مخترعينه؟ انت ليش ما تردين على جوالك؟ بعدين انت وين كنتي لها الحين؟ انت بتوثق فيني؟ انا ما اسالك عشان اشك فيك، انا اسالك لاني خايف عليك. جاوبني، انت بتوثق فيني؟ هي اوثق فيك. ممكن الحين تقولي لي وين كنتي؟ كنت عند عمك. شو بدك عند عمي؟ منصور انت لازم تخطب زينة. انجنيتي انتي؟ عمي هو اللي قالك تقولي لي ذا الكلام؟ اكيد لا. طيب وش اللي صار بينك وبينه عشان جايتني وجايبه معك ذا الاقتراح؟ تبيني اخطب زينة؟ اتركك واتزوجها؟ انا ما قلت تتركني. اجل وش؟ انا عجزت افهمك. منصور مشان الله فهم علي، سلطان ما عم يعمل كل هاد على سواد عيونها لزينة، ولا لأنه أساساً طايقة أو طايق يشوفها. هو كل هاد اللي عم يعمله لحتى يتقرب منك، لحتى يوصلك ويأذيك. وأنا بهالطريقة أنا بقطع عليها الطريق وبتطالعوا برات حياتنا نهائياً كمان. وش حياتنا يا بنت الحلال؟ حياتنا زوجتي حبيبتي اللي المفروض تحبني وتغار علي، قاعدة تقدمني على طبق من ذهب لوحدة ثانية. إيه وكرمالك كمان بتحمل مليون وجع، بس أنت تكون منيح. شلون أنا بصير منيح وأنت قاعدة تقولين ذا الكلام؟ طب ما عندنا حلول، شو الحلول؟ ما في حل إلا إني أروح أتزوج زينة أو بتتركني. وبهي الحالة سلطان لا بيقرب منك ولا بيقرب منها. مساء الخير يما. هلا. يا ساتر، وش ورا ابتسامة الذيب هذه؟ كل خير يما. ايه قول اللي عندك واخلص لاني ابغى انام. والله يما سمعت انك تدورين على شريك في البيوتي سنتر حقك. هذه اخبار بايته. الشريك موجود وذابح نفسه بس علشان يبي يشاركني. يا ادري شريكك صوفي. بس حتى انت يما الله يحدك ما لقيت الا هذه. والله عاد هذه فكرة الحرمة ومشروعها. الله أكبر، عادي هالفكرة، ترى كله بيوتي سنتر وصغير. زيد من الآخر، أنت وش مشكلتك مع صوفي؟ وش مشكلتي يعني؟ ما عندي أي مشكلة معها، بس يعني دام الربح مضمون القريب أولى. القريب؟ ومين ذا القريب؟ لا يكون أنت بس. لا 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 لا، أنا مالي أي علاقة بشاريع الحريم. أجل مين؟ ما بقى إلا طلال هالفاشل اللي ما يمسك شيء إلا ويفشل.